الاهلي بيواصل مسلسل انتصاراته وتقدمه في الدوري الممتاز بعد فوزه على حرس الحدود بنتيجه 1-0. حزن بيظهر على الكابتن طارق العشري اول لما انتهى اللقاء. طبعا لو كلمتكم على كواليس اللقاء النهارده متواجد في المدرجات بقى امح الدولي كده المشجع الاهلاوي المعروف اللي خطف الانظار اول لما دخل النهارده. اكتر من حد كان حريص اللي هو يتصور معاه، وقفهم وتصوروا معاه. النهارده بقى حمدي فتحي لاعب الاهلي كان حريص اول لما نزل قبل انطلاق اللقاء كده اللي هو يروح يسلم على دكه الحرس بالكامل. طبعا الدكتين النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ راح لكابتن طارق العشري، كان في حاله من الود كده ما بين الجهازين من قبل انطلاق اللقاء. لو كلمتكم على الاجواء من اللحظات الاولى وجمهور الاهلي بيصفر كده اعتراضا على بعض او اضاعه الوقت اللي كان بيعمله حرس الحدود في بدايه اللقاء. كان في شد قوي جدا باين على يعني كل جمهور الاهلي وكل الدكه، لكن بقى الاغواء اتغيرت خالص اول لما جه جون الحرس اللي الغى بشكل غريب واللي الغاه الحكم الخامس. كان في اعتراض قوي جدا من دكه الحرس بالكامل، اعترضوا على الحكم الخامس بشكل قوي، وده اللي كان ظاهر عليهم يعني كان مستغربين جدا من عمليه يعني اهدار الغاء الهدف. كانوا مستغربين وسالوا كذا حد يعني ليه الجون اتلغى. النهارده طبعا بقى اول لما جه الجون الاول الاهلي كان في حاله من الاحتفالات القويه في الاستاد كله، لكن النهارده بقى امح هو اللي ظهر عليه يعني السعاده القويه جدا اول لما بكى اول لما جه الجون الاول للاهلي، عيط كده يعني وقعد يمسح دموعه، وكذا حد من الناس اللي كانت موجوده قعدت تحضن فيه في المدرجات. كان باين عليه اللي هو النهارده سعيد جدا بفوز الاهلي، وده اللي ظهر عليه طبعا بعد انتهاء اللقاء. اول بقى لما انتهى الشوط الاول كان اعترض لاعيبه الحرس بشكل قوي على الحكم الخامس اللي كان متواجد وهو خارج جدا ما بين الشوطين، اعترضوا عليه وكانوا مستغربين هو لغى الجول ليه، لكنه يعني طلع من الملعب على طول. النهارده الجمهور اللي كان متواجد للحرس النهارده هاجم برده الحكام كده وهم خارجين بشكل قوي. الشوط الثاني بقى في البدايه كده حسين الشحات وهو بيسخن كان ماسك في ايديه اللي هو السبحه الرقميه كده، وكان يعني باستمرار عمال يسبح طول ما هو واقف يسخن قبل ما يشارك في اللقاء. النهارده بقى في الشوط الثاني كان جمهور الاهلي معظم الوقت هادي، وده اللي خلى امح قام كده للجمهور وفضل يشاور لهم ويقول لهم شجعوا. كان الدنيا هاديه جدا، التوتر كان باين على دكه الاهلي بقى مستر لاسارتي قعد كده من كتر التوتر وكان منفعل بشكل مستمر وفضل يزعل اللعيبه اكتر من مره. دكه الحرس بالكامل كانت واقفه اللحظات الاخيره وكان باين عليهم الانفعال برده قوي جدا، كانوا على امل ان هم يتعادلوا مع الاهلي في اللحظات الاخيره. كان باين على الكابتن سيد عبد الحفيظ انفعاله قوي النهارده، اعترض على الحكم اكتر من مره، يعني كان واضح اللي هو مش عاجبه اداؤه التحكيمي، وده اللي كان برده واضح على جمهور الاهلي هاجموا الحكم النهارده اكتر من مره. اول لما انتهى بقى اللقاء احد كده يعني جماهير الاهلي كانت متواجده هجمت حارسهم النهارده الشناوي وهو خارج كده، كان مش عاجبهم اداؤه في المباراه. لعيبه الحرس بقى هي اللي هي خارجه كده اعترضت برده على الحكام، وكان باين كده اللي هم طالعين مش عاجبهم النتيجه وكانوا غضبانين جدا. الكابتن طارق العشري كانت حاله الحزن واضحه عليه جدا وهو خارج النهارده، بيقول للاهلي وجمهوره مليون مبروك على النتائج الايجابيه اللي بدات تتحقق في اللقاءات الاخيره واللي بتقدم الاهلي في جدول الدوري الممتاز وبتخليه يعود تاني للمنافسه على القمه، وهارد لك لنادي حرس الحدود النهارده.